يعطيكم ألف عافية متابعينا، وأهلا وسهلا فيكم. تعالوا نحضر اليوم وصفة سهلة ومشبعة وغنية، صينية الخضار مع الدجاج. رح نحتاج حبتين بصل. اليوم رح أقطع الخضار كلها بحجم متوسط وتكون قريبة على بعض. حبينا نغير شوي بالتقطيع بدل دوائر أو أصابع، فرح أقطع البصلة بالنص بهذا الشكل، بعدين رح أقطعها بالطول، بعدين رح أقطعها لمكعبات تقريبا هذا الحجم المتوسط اللي أنا بدي إياه. الخضار الثانية اللي رح استخدمها رح تكون البطاطا، وكمان رح أقطعها لمكعبات مساوية لحجم مكعبات البصل. قطعتها لثلاث شرائح سميكة نوعا ما، بعدين قطعت الشرائح بالوسط بالطول، بعدين رح أقطعها كمان مرة لمكعبات نفس حجم مكعبات البصل. الخضار الثالثة رح استخدمها رح تكون الفليفلة الحلوة. عندي حبة واحدة من الفليفلة، ببدأ من جنب البذور أقطع خط عريض بهالشكل، بلفها وبضلني أمشي جنب البذور. بهالطريقة أنا أخذت كل لب الخضار بدون ما أقرب على البذور. رح أقطع كمان الفليفلة لقطع تقريبا بنفس الحجم حتى يكون شكل الصينية عندي مرتب. كمان رح أستخدم الفلفل الحار، هو اختياري بس إذا بتحبوا تضيفوا أكيد بيعطي نكهة طيبة. رح أقطع هيك لقطع متوسطة الحجم. هلأ رح أستخدم الجزر، حبتين كمان من الجزر حجمهم كبير بهالشكل، ورح أقطعهم لأنصاف دوائر أو دوائر حسب ما أنتم بتحبوا. حجم الدائرة رح يكون مناسب أو شكل الدائرة لتقطيع باقي الخضار بهالشكل. الحلو بهاي الوصفات أو صواني الخضار بشكل عام إنه منقدر نضيف أي نوع خضار متوفر عنا أو إحنا منحب نضيفها، فكل المكونات اختيارية. رح أضيف كمان حبتين كوسة، وزي ما حكينا اختياري. ممكن كمان نستخدم الباذنجان لو حابين نلون بالفليفلة الحلوة، نستخدم مثلا الفاصوليا الخضراء، البازيلا، أي خضار بنحبها. بيضل عندي آخر مكون رح أضيفه هو الفطر الفريش. استخدمت تقريبا كمية مساوية لحجم الخضار اللي عندي، واستخدامه كمان اختياري. حضرت أنا صينية الفرن اللي بدي أحط فيها كل الخضار مع الدجاج. رح أبدأ أضيف كل الخضار اللي قطعتهم داخل الصينية. بدنا نكون حاسبين حساب إنه حجم الصينية يكون يوسع كمية الخضار كلها مع الدجاج. هلأ بدي أتبل الخضار لحالها قبل ما أضيف الدجاج، لأنه تتبيلة الدجاج بتختلف عن الخضار. وكمان شغلة، لو ضفنا بهارات على الخضرة رح تاخد لون غامق وتصير لونها مو حلو وشكلها مو حلو، فما بفضل إضافة أي إشي للخضار غير الملح. رح أستخدم نص معلقة صغيرة ملح والفلفل الأسود، وكمان رح أضيف نص معلقة صغيرة، ورح أضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون فقط. هلأ بدي أخلطهم بإيدي وأوزعهم بالصينية كتير منيح، وبننتقل لتتبيل الدجاج. هيك صارت الخضار جاهزة إنه نضيف عليها قطع الدجاج. بفردهم كتير منيح بالصينية ومننتقل مع بعض للدجاج. رح نبدأ هلأ نحضر التتبيلة اللي بدي أتبل فيها الدجاج. رح أستخدم خلاط حتى أحصل على قوام كثيف. رح أبدأ هون أضيف أولاً البهارات، نص معلقة صغيرة من كل نوع بهار رح أذكره. أول إشي الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة أو سبع بهارات، بابريكا الحلوة ممكن نستبدلها بالكيجن مثلا، الأوريغانو استخدامه اختياري بس نكهته كتير طيبة مع الخضار، معلقتين كبار زيت زيتون، سنين ثوم مهروس، معلقة كبيرة صلصة بندورة، معلقتين كبار دبس رمان يعطي نكهة بتجنن، كمان بيعطي تحمير حلو للدجاج. رح أسكر الخلاط وأخلط هاي المكونات مع بعض بكبسة زر. هذا الخلاط رح يخلط كل المكونات ويخلي لي إياها كتير ناعمة ومتجانسة. هيك بنكون انتهينا. بس بدي أفرجيكم لما نخلط تتبيلة الدجاج بالخلاط، شوفوا معي قوام التتبيلة أو الصوص اللي رح نتبل فيه الدجاج. كل ما كان بهذا القوام الكثيف أكتر، كل ما لزق على قطع الدجاج أكتر، غير عن لما نضيف للدجاج مباشرة الملح والفلفل، باقي البهارات والزيت وصلصة البندورة. عندي هون دجاجة واحدة بوزن 1200 جرام شرحتها بهذا الشكل. ممكن كمان نطلب من اللحام إنه يشرح لنا إياها حتى تكون أطرى وتتشرب أكتر من التتبيلة. مباشرة هون رح أبدأ أنزل التتبيلة فوق قطع الدجاج، بوزعها على كل قطعة شوي. أنا قطعت الدجاجة أربع قطع، ممكن إنه نقطعها ثمانية مثلا، وممكن نستخدم السفاين أو الصدور لحال، ممكن نستخدم الدبابيس مثلا. هلأ رح أبدأ أفرك قطع الدجاج بإيدي حتى أتأكد إنه التتبيلة تغلغلت داخل الفتحات والشقوق وكل مكان في لحم الدجاج. بمسكها بهالشكل وببدأ أفركها وأفوت التتبيلة داخل الفتحات زي ما شايفين بين الجلد واللحم، بتأكد إنها وصلت كل مكان. أنا ما ضفت عصير الليمون للتتبيلة لأنه ضفت دبس الرمان وهو حامض وراح يعطي طعم كمان كتير طيب. مباشرة باخذ قطع الدجاج
وبحطها على الوجه بهالشكل. وزعت قطع الدجاج وثبتها بمكانها كتير منيح. إذا ضل من التتبيلة بالوعاء اللي تبلنا فيه الدجاج كمان مننزلها لأنها مهمة وبتعطي نكهة طيبة. رح استخدم هلأ ورقة زبدة، كرمشتها بين إيدي هيك وبليتها تحت الحنفية لحد ما صارت بهذا الشكل. الهدف من بل ورقة الزبدة حتى تعمل لي بخار أكتر داخل الصينية، بالتالي تحافظ على رطوبة الدجاج أو اللحوم اللي عم نطبخ فيها وضل طرية أكتر وطعمتها أطيب. بحط القصدير بهالشكل وبضغط الأطراف كتير منيح. لازم نتأكد إنه أطراف القصدير مسكرة حتى ما نخسر البخار اللي بيطلع داخل الصينية. رح أحط صينيتي بالفرن على الرف الأوسط، درجة الحرارة 200 وبيحتاج تقريبا ساعة. بعد مرور ساعة من الوقت على صينية الدجاج والخضار بالفرن، رفعت القصدير ورق الزبدة ورح أرجعها على نفس الرف، بس هالمرة النار بدها تكون مضوية من فوق بس. رح تحتاج معانا هاي الحركة تقريبا 10 دقايق لياخذ الدجاج لون ذهبي. صارت هلأ صينية الخضار جاهزة بعد ما حمرناها شوي وإجا وقت التقديم. هلأ بدنا ناخذ قطعة الدجاج. شوفوا الدجاج ما شاء الله كيف مستوي تماما، دا يبدوب حرفيا. الخضار ما شاء الله كلها مستوية، نكهتها كتير كتير طيبة، ماخذة من نكهة الدجاج بنفس الوقت طعمتها كتير طيبة. بتمنى تجربوها وتعجبكم، وألف صحة.